لعيبه النادي الاهلي طبعا على درايه كبيره جدا بقوه نادي الترجي، خصوصا بره ملعبه. ويمكن واحنا بنتكلم ولسه في النسخه دي، لو نفتكر نادي الترجي لما جه مصر هنا ولاعب نادي الزمالك كسبه هنا وكسبه هناك. لكن الافضليه زي ما قلنا للنادي الاهلي. احنا دايما النادي الاهلي الفريق الافضل على المستوى الافريقي. مش بتكلم بقول كده علشان انا بنتمي للنادي الاهلي، ولكن انا بتكلم وبقول كده علشان ده الواقع اللي احنا فيه. اللي بيعجبني في مستر موسيماني انه واقعي جدا. سيبك من شخصيته المتواضعه، انما هو واقعي جدا. وعلى فكره من عوامل نجاح المدرب او المدير الفني ان هو يكون واقعي مع نفسه ومع لعيبته ومع الاجهزه اللي معاه. فمستر موسيماني واقعي جدا. مش ممكن يقول للعيبه ان انت تنسى نتيجه الماتش الاولاني، لا، هو مش قصده ان هو يقول كده ان يوصلها بالمعنى ده، لا، هو بيقول ان الموقف ما اتحسمش لسه. لان في ناس خدت الكلام ده على اساس ان مستر موسيماني قال ننسى نتيجه الماتش الاول، لا ما ننساش نتيجه الماتش الاولاني خالص. انما احنا هنستغل الموقف ولكن لم تحسم بعد. ده اللي قاله مستر موسيماني. لما نيجي ننزل احنا عارفين قوه نادي الترجي. قوه نادي الترجي احيانا بيلعب ماتشات مش قد كده على ملعبه، ولكن بيلعب مره بره ملعبه ماتشات جامده جدا. لكن زي ما قلت احنا النادي الاهلي الفريق الافضل على المستوى الافريقي، والدليل النتائج. هتقول لي النتائج، اقول لك النتائج. لو نفتكر الترجي السنه اللي فاتت حصل له ايه، واحنا لما خدنا البطوله السنه اللي فاتت لما كنا بنلعب في السيمي فاينل الوداد والناس كلها كانت مش متفائله قوي بموضوع ان احنا هنلعب الوداد، والوداد قعدوا يقولوا اقوى فنيا ومش اقوى فنيا، وكسبنا الوداد هناك وكسبنا مجموع المباراتين. وبعدين لو نفتكر جميعا لما وصلنا الفاينل لعبنا الزمالك وخدناها بالقاضيه. المهم اللي انا عايز اقوله النهارده ان النادي الاهلي ليه الافضليه. النادي الاهلي ليه الافضليه بواقع نتيجه الماتش الاولاني. النادي الاهلي الفريق الافضل على مستوى الخطوط كلها وعلى الساحه. قول لي حضرتك مين افضل من محمد الشناوي في حراسه المرمى في افريقيا؟ مين افضل من بانون؟ مين افضل من علي معلول ناحيه الشمال؟ مين مكوك زي اليو ديانج وكمان مهاجم شرس واعد زي محمد شريف؟ احنا عندنا ثقه في لاعبتنا، ولاعبتنا لازم يكون عندهم ثقه في نفسهم. يعني نازلين النهارده بيحترموا المنافس، دي طبعا مليون الميه. وخلي بالكم احترامنا للمنافس ده جزء كبير من تفوقنا وقوتنا وسيطرتنا طبعا على الساحه الافريقيه. ماتش النهارده صراع بقى تاني على الخطوط بين اتنين مدربين كبار، كل واحد ليه فلسفته في اداره الماتش. يمكن الفكر كان مختلف الماتش الاولاني، طب هنشوف النهارده هل الفكر هو بعد ما الاهلي كسب الماتش الاولاني 1-0 والنهارده ماتش العوده. هنشوف ونحلل مع ضيوفنا الكبار النهارده، هنشوف فكر مستر موسيماني هل النهارده هيتغير عن الماتش الاولاني. طيب معين الشعباني عنده حل واحد بس، يعني لو جيت على الفرص هنقول النادي الاهلي بلغه الارقام بلغه الكره عنده فرصتين. النادي الاهلي تعادل وفوز باي نتيجه. كويس، تعادل باي نتيجه وفوز باي نتيجه يوصلوا فاينل ان شاء الله. لو بصينا للترجي، الترجي لازم يفوز على الاقل فرق هدفين. لازم يفوز على الاقل فرق هدفين. طبعا كل مدرب عنده الدوافع ان هو بيبص على البطوله، بيبص الاول انه يعدي ماتش النهارده ويوصل فاينل، وعينه على البطوله. كل واحد من الاثنين مديرين فنيين كسب البطوله مرتين. مستر موسيماني كسبها مع سان داونز ومع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. الشعباني كسبها مرتين 18 و19. مستر موسيماني لما كسبها مرتين على حساب نادي الزمالك. وزي ما قلنا معين الشعباني كسبها مرتين 2018 2019. يعني كل واحد فيهم عنده خبرات البطوله الافريقيه. فالنهارده هنشوف مباراه داخل الخطوط ومباراه خارج الخطوط.